تغريدة السيد هشام زيباري كانت واضحة توضيحية، وهذا ما يعني مو فد اختلاف. لما اجت بتغريدة سماحة سيد الصدر انه تغيير النظام، تعديل الدستور او تغيير الدستور، وضح السيد دكتور هشام زيباري انه هذا مقرون بالدستور نفسه، اكو آليات الدستور تكفلها في حال التعديل، وهذا مو فد اختلاف، هذا موجود والسيد يعرف هذا الشيء. ولكن الجماعه استغلوها على اساس انه صار شرخ، صار مشكله بين الديمقراط الكردستاني والتيار الصدري، هذا الشيء ما موجود. بغض النظر احنا حتى اذا تم الاتفاق على تعديل الدستور من